أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. المنع من ممارسة الشعائر الدينية بحرية، خلط السجناء الجنائيين المصابين بأمراض مع سجناء الرأي، عدم السماح للسجناء بالاتصال إلا لمدة لا تتجاوز 10 دقائق ولمدة 2 في الأسبوع، عدم توفير العلاج المناسب لمن يعاني من أمراض مزمنة وعاجلة، عدم توفير مساحة مناسبة للقراءة والكتابة، عدم توفير الكتب بحرية كالكتب المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون وبعض الكتب الدينية، عدم توفير بيئة مناسبة للسجناء عند زيارة ذويهم لهم، حيث يكون بين السجين وأهله حاجز شبكي يمنع الطرفين من لمس بعضهم البعض، عدم توفير جواز سفر لأبناء السجين الذي يولد وأبوه قيد الاعتقال، عدم محاكمة عدد من السجناء لمدد تفوق العام الكامل ولم تثبت ضدهم أي إدانة، إساءة معاملة السجناء من قبل مسؤولي السجن، وتعذيب بعضهم بين الفترة والأخرى، وتعريضهم للإهانات المستمرة والإذلال والمعاملة الحاطة بالكرامة والتهديد، التعذيب المنهجي، الاختفاء القسري، عدم توفير محام للسجناء أثناء التحقيق، تعريتهم أثناء التحقيق، تصميد أعينهم وضربهم بخراطيم المياه، والتحرش بهم جنسياً، البصق عليهم، تهديدهم باغتصاب أخواتهم وإجبارهم على العمل مع الجهات الأمنية كمخبرين، إجبارهم على الاعتراف قسراً والتوقيع على أوراق لا يعلمون محتواها. أهلاً وسهلاً بكم في سجون البحرين، سجون الخمس نجوم، هذه السجون التي تضاهي أرقى وأفضل سجون العالم، ولذلك شعب البحرين كما تقول القراءات والتقارير أن نسبة عالية من شعب البحرين نزلاء في سجون البحرين، وأن كثيرا منهم ينزلون ويخرجون ليلا نهارا، لأن هذه السجون هي سجون راقية كما وصفتها حكومة البحرين. نفتتح هذه الوقفة، الوقفة التضامنية تحت عنوان معاناة سجناء سجن جو، والكلمة لأستاذ إبراهيم الدرازي من جمعية وعد، فليتفضل المنصة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة يعني في هذا اليوم نشاهد حالة غرائبية في هذا الوطن، أن يتعرض فيها أبناء الوطن للاعتقال التعسفي الغير مبني على أسس حقيقية لهذا الاعتقال، لأنه مبررات الاعتقال في البداية كانت غير صائبة وغير عادلة، ومن ثم يتعرض أبناء هذا الوطن إلى ظروف اعتقال قاسية غير مبررة، تنتهك أيضاً المنازل وتنتهك أيضاً الحرمات الداخلة في أثناء عملية الاعتقال، وهي مجرمة دولياً هذه العملية. هذا الجانب لم يمارس في دول كثيرة. اليوم إحنا من الأرضية اللي ننطلق فيها اليوم في تضامننا مع المعتقلين سواء في جو أو غير جو، نجد بأن ظروف اعتقالهم بدأت بنوع من الإساءة لهم ولمن حولهم.
رقم ثلاثة، الظروف داخل السجون اليوم نلاحظ بأن الإساءات ومجموعة من الانتهاكات اللي يتعرضون لها المعتقلين تخالف أبسط حقوقهم على الأقل فيما يتعلق بالحق الإنساني في الحياة الكريمة في أي مكان يكون موجود فيه هذا الإنسان. هو إنسان في الأخير، وتكفل الشرائع والمواثيق والدساتير حقوق متساوية مع الجميع. هو داخل السجن وهو مكبل حريته، وبالتالي يجب إعطائه حق استثنائي لأنه بعيد عن الحرية، والحرية مثل ما نعرف كلنا حرية الإنسان هي خط أحمر في حياته لا يمكن أيضا المساومة عليها. المعيار الدولي لحقوق الإنسان يقول بأنه هذا الإنسان يجب أن لا يعني يجب أن توضع له مدونة كاملة بحقوقه سواء داخل السجن أو أثناء الاعتقال. إحنا اليوم أمام حالة غريبة في هذا البلد، أن يتم الاعتقال وأن تكتظ السجون وأن لا تلبى مطالب المعتقلين. اليوم المعتقل لما يضرب عن الطعام يضرب عن الطعام لأنه فعلا يعاني من آثار ونتائج سياسة داخل السجون. في الوقت اللي المسؤولين عندنا يقولون بأنه إحنا واضعين معايير وأن إحنا أيضا قاعدين نقوم بإجراءات لتحسين السجون وأن مصلحة السجون قامت وقامت، لكن في الحقيقة إحنا نشاهد اليوم المعاناة اللي يعبرون عنها الأهالي على الأقل لما يلتقون مع أبنائهم داخل السجون. وبالتالي يعني لا يضحك علينا أحد يقول بأن المعايير تتلائم المعايير الدولية، لا العكس، لا تتلائم لا مع المعايير الدولية ولا مع المعايير الحقوقية ولا المعايير الإنسانية أيضا. لما الأخ زميلي اللي تفضل، لما تحرم أنت من الاتصال، تحرم من ممارسة العبادة، تحرم من ممارسة حقوقك البسيطة العادية. اليوم نسمع عن تقرير الطلعة المسؤولين عن السجون بأنه هناك اكتظاظ يفوق العدد المطلوب داخل مثلا العنبر أو داخل الزنزانة، يعني زنزانة ما تشيل لها ثلاثة يحطوا فيها عشرة مثلا، يعني كيف هذا الإنسان يعيش يعني؟ وبالتالي لا يضحكون علينا يقولون بأنهم يوفرون المعايير الصحيحة للمعتقلين. ففي الحقيقة يعني الواحد يعني يشعر بأنه الحل هو يعني طبعا بخروج هذين من المعتقل لأنهما معتقلين رأي ووضعوا في موقع غير موقعهم ولا يستحقون ما يتعرضون له، وهما يعانون الإهانة اليومية في أمام سجانيهم. ويعني الشيء المهم جدا بأنه من يتعرض لهذه المعتقلين بالإهانة أو بالإساءة أو كما شاهدنا وسمعنا أنه الكثير تعرض للضرب لا يقدم للمحاسبة. يعني في معايير مزدوجة، في الوقت اللي أنت تقول بأن أنت وفرت معايير ضابطة للمعتقلين داخل السجون وأنت تعتدي عليهم وأنت تقلل من قيمتهم وتقلل من حقوقهم، يعني كيف يستوي هذا؟ يعني لا يستوي هذا أبدا مع هذا النهج. يجب أن يتغير هذا النهج. نحن نقول لمن هو مسؤول عن هذين، هذين أمانة عندك، وهما أمانة خارج عن العدالة، لم يكونوا يستحقون أن يكونون في هذا المكان، وبالتالي يجب احترامهم واحترام إنسانيتهم واحترام كرامتهم، والأهم هو إطلاق سراحهم لأنهم معتقلين رأي لا يستحقون وجودهم داخل السجن. الحرية لجميع المعتقلين وإن شاء الله الفرج القريب، وشكرا لكم. جزيل الشكر للأستاذ إبراهيم الدرازي من جمعية وعد على ما قدمه من بيان حول سوء المعاملة في السجون البحرينية. وبطبيعة الحال من يتواجد في السجون من معتقلي رأي مكانهم خارج السجن وليس داخله، فوق ذلك وفوق أن يطالب شعب البحرين بإطلاق سراحهم الفوري، يطالب كذلك بمحاكمة من قام بالتضييق عليهم ومن قام بتعذيبهم ومن قام بإهانتهم وممارسة سوء استخدام السلطة على هؤلاء الأبرياء. نعم، كل المعتقلين يجب أن يخرجوا من السجون، ولكن لا نستطيع أن نشير إليهم جميعا، ولكن يجب علينا أن نذكر الرموز. وفي هذه الفقرة نشير إلى سماحة الشيخ المحفوظ الذي
يعاني ما يعاني داخل السجن الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن المشيمع وجميع الرموز. نتمنى من الله عز وجل أن ينصر شعب البحرين وأن يفرج عن هؤلاء في الوقت القريب العاجل. أما الآن فمع كلمة للأستاذ فهمي عبد الصاحب من جمعية العمل الإسلامي أمل، فلتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم أيها الأحبة الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كلمتي تتكون من أربع رسائل نتمنى أن تصل لكل صاحب رسالة ويفهمها ويفقه معانيها بالحرف الواحد. رسالتنا للشعب بإذن الله: كونوا معا، شدوا من أزر بعضكم البعض، لكل فرد نقولها بصدق ومن أي اتجاه كان، لا تقف متفرجا بل ساهم ولو بكلمة حق، انطقها ولنفعل الشعار الأخير الذي أصدرته لجنة المعتقلين: أنا حر. نحتاج إلى تفعيل هذا الشعار. نعم، طرح الشعار في تجمع سار، ولكن هنالك من العمل الكثير الذي لا بد أن نتكاتف به ولأجله لنفعل هذا الشعار ونوصل هذا الشعار لكل العالم، لنرفع ظلامة معتقلينا وسجنائنا. إنهم يتشاركون معنا بالمظلومية، أنتم مظلومون في الخارج وهم مظلومون في الداخل. رسالتنا للمعتقلين: أيها الأحب، نقف معكم وأنتم بالداخل تعانون ما تعانون. أنتم تحملون ثقل القضية التي ناضل لأجلها الشعب. أنتم تبرهنون للعالم عطاءكم اللامحدود، وأنتم تعانون في زنازين الظلم، مثل ما قال الأخ، زنزانة 4 متر في 4 متر حق 4 أفراد، موجود فيها 10 أفراد وجنائيين وأسيويين. فهذا ليس الوضع الذي أقرته المدونة الخاصة لحقوق السجناء والتي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1990، والتي تقول السلطة بأنها تنفذ وتقر هذه المدونة الخاصة لحقوق السجناء بعكس ما جاء فيها. نؤكد لكم أيها الأحبة أنكم لستم ببعيدين عنا، وإنكم في قلوبنا، وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا خادم لخدامتهم، أرى القريب العاجل بإذن الله تعالى يلوح الأفق فيه، وما النصر إلا من عند الله. رسالة خاصة تفضل بها مقدم البرنامج. إجلالاً كلكم أحبتنا، الطويل، المنامي، مهدي أبو ديب، لن أستطيع أن أعدد لكثرتهم، وكلهم رموز إن شاء الله، ولكن توقفت عند محطة سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ، ليس بناء على أنه من تيار، كلا، ولكن هذا الشيخ عاصرته وعشت معه وهو في الخارج، حامل القضية في يده وهو في الداخل الآن، وعلى ما أعتقد وحسب ما وصلت لنا من الأخبار سبب الإضراب الذي حاصل في سجن جو باعتدائهم على الأخ الطويل المحكوم، فلم يستطع الشيخ أن يسكت فبادر وتحرك معه الجمع كلهم في سجن رقم 1. هذه من الأخبار التي وصلتنا.
طبعا الأخبار اللاحقة إن شاء الله إن شاء الله. أحد الأحبة وأنا قادم قال لي لا تكون أنت متشائم واجد عاد، لا تقول كلام تحبط الأهالي وتخلي قلوبهم كلش ضعيفة، شوي طمنهم يعني أعطيهم دفع معنوي أو فيتامين قوة. أنا أقول هم ليسوا بحاجة إلى فيتامين قوة، هم يعلمون بأن أبنائهم يعطون المثل الأعلى لثباتهم في الداخل على أن لا نتنازل نحن في الخارج. من أكون أطمن أو أطمئن عوائل المعتقلين والسجناء؟ ولكن يقينا بالله كما تقدم أنهم بعين الله سبحانه وتعالى، وحتما أن النصر قادم بإذن الله تعالى. رسالتنا للسلطة من أربع نقاط، معدوية الرابعة أربع نقاط: إلغاء، نطالب السلطة إذا كانت تنفذ المدونة الخاصة لحقوق الإنسان السجناء، نطالب بإلغاء الحجز أو الحبس الإنفرادي. معاناة السجين كلها تتلخص في هذا الحبس، يعني تصور روحك أنت تكلم طوف وأنت في سجن إنفرادي ما يسمح لك إلا تطلع حق قضاء الحاجة. فهذا من الشروط الأساسية التي طرحت سابقا في ضمن التشريعات لتغير في مدونة السجن. سجن إنفرادي ممنوع، طبعا الكل يطالب فيه وليس نحن المتشرعين اللي كانوا في البرلمان السابق وخارج الدول يطالبون بإلغاء عقوبة السجن الإنفرادي. تفعيل التشريعات الداخلية، أنا ما جبت شيء من عندي، أول ما أدش مركز شرطة أو السجن هنالك لائحة معلقة حقوق السجين وواجباته نفذوها، لا نطالب بشيء أكثر، نفذوها حسب ما هي معلقة. أول ما أدش مركز الشرطة موجودة حقوق المتهم ومدري إيش، هذه كلها موجودة. إذا تفعيل التشريعات الداخلية المتعلقة بالسجون وتضمينها جميع الحقوق المتعلقة بالسجناء والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهة المعنية بالتحفظ على السجين. يا جماعة الخير، أنتوا أخذتوا السجين هذا حكمتونا بعد 15 سنة 10 سنوات، خلوه يعيش داخل السجن، خلوه يعيش حياته، أعطيه كتاب، أعطى فرصة يعيش، يا أن أنت مبيت النية على شيء ثاني يعني. طب هذا أهله يترقبونه مهما كان يعني، فهذه الحقوق أنت نفذها إليه. الناس ما طالبوا بأكثر من ضمان حقوق وسلامة المساجين والمسجونين حسب ما وقعتم عليها في الاتفاقيات. السماح للمنظمات الغير حكومية، منظمات الحكومية تروح تزور لكن ما تقدر تسوي شيء. احنا نطالب السلطة بالسماح للمنظمات الغير حكومية التي تعنى بحقوق الإنسان بزيارات المفاجئة. يعني اكو جمعيتين الحين مقدمين طلب، صار لهم كم سيدنا؟ صار لهم واجد يبون يزورونهم عشان يقولون، لا يقولون نطلع اخبار مو صحيحة، خلونا نروح نشوفهم ونطلع احنا بيانات سليمة عن وضع المساجين. وكل هالامور قانونية كفلها الدستور الموجود، مو من عندي انا، كفلها الدستور الموجود في حقوق المساجين والمدونة الخاصة. ضمان توفير الرعاية الصحية، يعني في الإضراب الأخير معظم الأحبة طبعا من الإضراب يغمى عليهم يحتاجون لرعاية خاصة، فوفرها له، يعني لا تخلي يوصل لدرجة الضرر بعد الإضراب وتتأزم حالته الصحية. فتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمرضى داخل السجون وكذلك توفير الأدوية. ناهيك عن توفير أبسط مستلزمات الحياة يا جماعة الخير، في المدونة الخاصة فرز معتقلي الرأي عن الجنائيين موجود في القانون، لابد أن يضع هؤلاء يعني حرية الرأي المحكومون يفرزون على يعني في زنازن خاصة، مو تفضيل، لا، كل له حقوقه الخاصة، هذا جنائي يفصل عنه. على كل حال ختاما نجدد في هذه الوقفة، وليس تضامننا بل كل أنفسنا
وكل أمكانياتنا كما هو مطلوب من كل الأحبة بكل الاتجاهات أن تقف وتساند. أنا أقول أنا حر، يحتاج أن تكونوا معه في الحرية. أحمل الشعار، لابد أن نحمل الشعار للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. هذا أبسط شيء نسوي، ما مطلوب أن أنت تطلع لا مسيرة ولا تضامن ولا شيء، بس وصل الشعار هذا للجهات المختصة لكي يفعل ويطلق سراحهم، لأن احنا نعترف بأنهم معتقلين ومحكومين رأي، ومن حقهم أن يعيشوا خارج الزنازن لا داخل الزنازن. ختاما، أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، ونتمنى من الله العلي القدير أن يفرج عن هذا الشعب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. جزيل الشكر للأستاذ فهمي عبد الصاحب عن جمعية العمل الإسلامي أمل. رغم ما كان وما فيهم يكون، رغم ما كان وما فيهم يكون من معاناة وقهر في السجون، ما لهم هانت عزومات وما موقف منهم على حق يهون. أهلنا، أحبابنا، أشياخنا، أيها الجلاد فاسمع، صامدون. أيها السجان، هل ضاق العمى منك فاستولى على البطش الجنون؟ لم يكن يكفيك أن أخفيتهم دون ذنب كان عن مرمى العيون، كي يكون القيد أقسى صاحب والليالي دون ما طعم ولون، كي يكون الجرح مألوفا وما من أنيس غيره أعلى المتون. كلما أظهرت فنا في الأذى أظهروا في الصبر يا هذا فنون. والذي لم ينكسر في أشهر لم تكن تحنيه بالعزم السنون، خاب صوت ظن في إركاعهم وبه خابت على الصبر الظنون. فهنا الأصفاد تحوي ثلة يركعون القيد أو لا يركعون، فاقصروا أحقادكم عن بغيها إن أقصى مبتغاكم تحلمون. أما الآن فمع قصيدة للأستاذ الشاعر علي غريب، فليتفضل المنصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أبدأ بأبوذية كتبتها لأحد الرواديد المعتقلين الرادود عيسى الغيس، الله يفرج عنه، كان يلقيها كثيرا قبل أن يعتقل. بقيت أترقب الغابة ولا جو، لا بر لا بحر ضفهم ولا جو، لا هو الحوض يرغمهم ولا جو، ورغم كل هذا أنفسهم أبية، ورغم كل هذا أنفسهم أبية. لا تنفع الأغلال والتقييد سجنا فطبع الطائر التغريد، لا تنفع الأغلال والتقييد سجنا فطبع الطائر التغريد تغريد، فالحر حر لو يكون بسجنه، والعبد عبد ذله معقود. ليس السجين من السجون مباته، ليس السجين
من السجون مباته أو تحتويه زنازن وحديد إن السجين من استبيح ضميره بمزاد بيع تشتريه نقود. ليس السجين من السجون مباته أو تحتويه زنازن وحديد إن السجين من استبيح ضميره بمزاد بيع تشتريه نقود. كم غائب في السجن فاق حضوره من بين جمع أناسه موجود. وبعكسه كم من طليق ذله حبل على أفكاره مشدود. أسراؤنا أحرارنا ندعو لهم ليفك أسر عنهم وقيود. إن الطغاة تريد شيئا إنما في عدله رب السماء يريد. في عدله رب السماء يريد. من حكايات السجون نرسم احنا قصة تحدى الجنون. من عذابات وجراحات وشجون والسجن أصبح مثل جامعة وتخرج إباء بها دكتوراه بالعزة ومعاني الكبرياء. وصامدين أكثر نشوف المنهم يتخرجون. يا سجن اسمع كلامي، شفنا بيك الشرطي والأستاذ والدكتور والعامل وهم حتى المحامي، بس عجب ما شفنا بيك يقاتل أو جاني وحرامي. ليش هم ما يسجنون؟ من قاضي لين يكون المتهم هو نفسه قاضي، ومالي ميزان القضاء بهبشة أموال وأراضي. أي عدل نتوقعه ممكن يكون؟ خلها مملية السجون، خلها مملية السجون، بس نظل احنا بشرفنا ولحظة لا يمكن نخون. خلها مملية السجون بس أبد ما ننكسر لو هو يكون اللي يكون. خلها مملية السجون بس نساوم نركع نخلي القضية تحلمون. جربوها من قبل، جربوها من قبلكم ناس في طول الدهر، سجنوا الأحرار كلهم لكن القيد انكسر، والسجين هو اللي في نهاية القصة انتصر. يعني لا تاخذكم بهذا الظنون، وهالشعب ما ينكسر مهما يكون، وعمره ما يتعب وياه انتوا اللي تتعبون. لأن عازم عن نصر وبعين نصره ما يهون. والله يكتب نصره بس في كاف ونون. والله يكتب نصره بس في كاف ونون. وصلوا على جزيل الشكر للأستاذ علي غريب. ونستقبل في هذا الوقت السيد جميل في رئيس شورى الوفاق في كلمة، فليتفضل المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. من خلال شعار هذه الوقفة التضامنية، معاناة خلف القضبان، والمعاناة تمتد في حياة شعبنا على كل المستويات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكأننا نعيش حرب وجود مع هذا النظام، وذلك من خلال استهدافه المباشر لمؤسساتنا الدينية وعلى رأسها المجلس العلمائي ورموزنا الدينية والسياسية والناشطين والحقوقيين والمساجد والأرزاق
والأعراض والدماء، فكل هذه الانتهاكات وكل هذه الجرائم التي وثقتها المنظمات الدولية ووثقتها كل مراكز الرصد المحلية والإقليمية والدولية تؤكد وكأن المعركة هنا هي معركة وجود، لا معركة مواجهة قوى محددة أو تيار محدد أو جماعات إرهاب أو جماعات ترتمي للخارج أو جماعات تمارس العنف كما تدعي السلطة وتكرر هذه الاتهامات جزافا. إذن فالمعاناة ممتدة في كل حياتنا ونشهدها في الليل والنهار وفي كل ساعة. سجن جاو بالذوب، أعتقد بأن ادعاءات السلطة بأن سجونها، وكما عبر بعض نواب السلطة في البرلمان بأن سجوننا هي بمستوى 5-star سوبر دولكس، يعني كنا في مجلس النواب وقدمت السلطة مشروع قانون يسمى قانون المؤسسات العقابية، والذين دخلوا السجن من جيلنا وجيل اللي قبلنا يعرف المعاناة التي يتحدث عنها الآباء والأبناء في هذا الجيل الحاضر الآن، وكأنما الزمن يكرر نفسه والتاريخ يجتر من جديد. المعاناة هي المعاناة، والظلامة هي الظلامة، والانتهاكات هي الانتهاكات، ولكن زادت ولم تنقص. في زمن الفضاء اللامحدود، في زمن الفضائيات، في زمن مواقع التواصل الاجتماعي ترتكب هذه الجرائم، ترتكب هذه الانتهاكات. وأقول عن هذا القانون الذي يقف على قانون المؤسسات العقابية في البحرين كأنما يتحدث عن سجون في أمريكا أو في سويسرا أو في اليابان بدون مبالغة، يعني لأن القانون مر على لجنتين، لجنة الأمن والدفاع والنائب السابق عبد الحسين كان فيها، ومر على لجنة الخدمات، وطبعاً عبد الحسين من السجناء المعتقين المخضرمين في السجون وغيره، يعني كتلة الوفاة كان نصها مسجونين. فحينما نقرأ هذا القانون في يوم ما فعلا كنا نضحك، يعني أن هذا إذا كان يعني المؤسسات العقابية بهذا المستوى، هي مدارس، هي معاهد، هي جامعات. ولكن مشكلتنا مع هذا النظام لا تكمن في عدم وجود منظومة قانونية تشريعية، بل النظام متخم بالقوانين. يعني كنا نتحدث عن حماية البيئة وحماية خليج توبلي، هل تعلم كم قانون وكم قرار موجود في البحرين بخصوص حماية البيئة؟ أكثر من 40 قانون، أكثر من 40 قانون لحماية البيئة البحرية والبرية وغيرها. عباس محفوظ موجود وهو يشتغل في البيئة وعضو سابق بلدي، ولكن وين هذا القانون وين الواقع؟ البيئة مدمرة، البيئة مستهدفة، وكذلك القوانين المتعلقة بالمؤسسات العقابية، يعني حتى اختيار الاسم مؤسسات العقابية، بل كثير من الدول حينما يحكم المتهم مثلا يتحول إلى متهم فعلا وتقام عليه مثلا أحكام محددة يسلم المتهم لمؤسسات عقابية خاصة، قطاع خاص، إصلاح، الدولة، السلطة الداخلية، الأمن، المخابرات لا دخل لها. لكن هنا في البحرين تمتد الأزمة والمحنة والظلامة والعقاب أولاً
تبدأ، وهذا ما أكده بسيوني في تقريره، من إجراءات الاعتقال. وما أدراك ما إجراءات الاعتقال، والتي لا زالت تمارس، وآخرها الأخت الفاضلة التي تم ضربها على وجهها والاعتداء عليها فعالي. فإذا تبدأ معاناتنا من إجراءات القبض والاعتقال، وتمتد إلى وتستمر في التحقيق. وكما ذكر بسيوني، إن كثير من قضايا التحقيق كان يراد منها الانتقام، مو الاعتراف، انتقام. إلى المحاكمة، هذا الانتهاك وهذا التعدي يمتد، اعتقالات، تحقيق، ثم المحاكمة، ثم السجن. الآن أنت ظلمت وانتهكت حقوقه في إجراءات القبض، وظلمت كذلك في التحقيق. وهذا ما أثبت طبعا تقرير بسيوني من خلال آلاف الحالات. والذي حقق في بسيوني هو غيض من فيض. كم قضية عالج؟ 8000 قضية، نتوقع أكثر من 20000 قضية في البحرين. إحنا الوفاق يمكن أكثر من 8000 إلى 10000 ملف عندنا. كنا مركز حقوق الإنسان كم؟ جمعية حقوق الإنسان كم؟ مركز الرصد في وعد كم؟ أو في أمل أو في غيرها؟ الذين لم يوثقوا القضايا حياءً، خوفاً، يأساً، الكثير، وهي الأكثر. ألم تكتفوا بذلك؟ لا، بعد حكمة، وكما تحدث بسيوني حتى عن محاكمات اللي كانت تجري، يتحدث عن شهرين، يتكلم عن أكثر من 30 شهر الآن، والسياسة هي السياسة. شهرين فقط تتحدث عن، يقول أن إجراءات التقاضي كانت تفتقد إلى أبسط إجراءات التقاضي العادل. هل تغير الوضع من المحاكم العسكرية المدنية؟ لا، بل زاد الطين بلة. وكما وصفتها المنظمات الدولية وعلى رأسها هيومن رايتس، منظمة العفو الدولية، بما أسمتها بالعدالة الزائفة. وأنتم يعني لا تحتاجون إلى شاهد، وأنتم كلكم إلا أخته ولا أبوه ولا ولده ولا زوجته ولا ابنه، أحكام باليا نصيب يعني واضحة في قبال، كما تفضل يعني أخونا الشاعر قبل قليل، يعني القلم مرفوع عن رجال الأمن وضباط الأمن، وتجسيدا كما يسمى في الفقه الدولي الحقوقي سياسة الإفلات من العقاب. يعني ظلم وتعسف وقهر وانتهاك في قبال المعارضة والشعب يقابله سياسة إفلات من العقاب. وبعدين تأتي تقول تستدعي الشيخ السلمان، تستدعي سيد هادي الموسوي، وتستدعي المحافظة، وتستدعي الشيخ علي سلمان بأنه أهان مؤسسة رسمية. أنت هل جعلت حرمة لمؤسساتك؟ جعلت حرمة لرموزك ولمسؤوليك حينما تقوم بكل هالانتهاكات وفي وضح النهار وبلا حياة وبلا خجل، وتريد الناس تحترمك وتقدرك وتعطيك الولاء أيها النظام السياسي، وتعطيك وأن تقدم ما تقدم عليها من حقوق، في قبال ماذا؟ في قبال انتهاكات وظلم وتنكيل وقمع وتحريض وتعسف وتجنيس وتمييز. هذا نشهده. هل يراد من هذه المعاناة الانتقام؟ نعم، وليس بس التحقيق والمضايقة، لا، ما يجري في البحرين يفوق التصور ويفوق العقل
لا يفهم من غير الانتقام والتشفي، وكأن هناك ثأر شخصي مع المكون، مكونات أو مع قوى معارضة ومع رموز سياسية وناشطين حقوقيين وغيره، بالإضافة لأهداف أخرى. هذا شيء لم أدعيه، أثبت تقرير بسوني كما قلت قبل قليل، حينما يعني يأتي كثير من الأخوة يوثقون، إحنا دائما نتواجد الصباح مساء، فريق الرصد عندنا كثير من القضايا لا تفهم منها غير الانتقام والإذلال والإهانة، وإلا شنو يعني قضية إنسان إذا تدعي أنه قام بعنف أو يريد يقلب النظام أو أنه فعل جريمة أو ضرب شرطي أو شنو دخل بالمعتقد؟ لماذا يسب المذهب مثلا في التحقيق؟ لماذا يسب العرض؟ ولماذا يهدد بالعرض؟ هذه ممارسات يا إخوة وأخوات عشناها من سجون الثمانينات، كان على رأسهم العقيد، الآن الإمام عادل فليفة صار الإمام، صار كان رمز التعذيب والانتقام والتشفي والفساد والانتهاك، هذه الثمانينات وعاشه. تسأل جيل السبعينات أيام التيارات وبروز التيارات الليبرالية واليسارية والقومية والناصرية، نفس الحالة ترى، بل هي قاعد تتراكم أكثر، ويستفيدون من خبرات هؤلاء هذا السلوك بشكل مدمر أكثر. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ عليك كنظام سياسي وعلينا نحن كشعب، ما هي النتيجة؟ هل انكسرنا؟ هل تراجعنا؟ هل انكفأنا؟ أعتقد أن الانفجار الذي حدث في 14 فبراير والثورة والحراك الذي حدث كان تراكم لأجيال وعقود، لا يمكن انفجار بهذا الحجم في شعب يظهر بكل فئاته وكل طبقاته، هو انفجار لحظي وانفعال في حدث في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو في المغرب، هذا تراكم أجيال عاشوا أكثر من 40 سنة، يعني أكثر من 4 عقود لم يكن قر من الزمان. تتكلم عن ثورات في البحرين من سنة، وحركات ومطالبات من سنة 1923، وإحنا اليوم 2013. شوف هذه الظلامات، هذه التراكمات في النتيجة خلقت هذا الانفجار المدوي والذي لن يهدأ، لن يهدأ، قد يخبو قليلا قد يفتر قليلا، لظروف طبيعية في أي حراك في العالم وفي أي ثورة في منطوق الثورات والحركات والنهضات في العالم، قد يضايق قد يحاصر لكن لا يصادر، وسرعان ما ينفجر بوتيرة أكبر، وهذا مستقبل. واليوم كل المؤشرات، كل المؤشرات في خليجنا، كنتم تعالون على الخليج، الخليج مشتت، قطر مع السعودية وعمان مع الخليج، تعاونون على اتحاد خليجي أمني انتهى قبر، تعاونون على غطاء دولي، الغطاء الدولي بات مهزوزا، تعاونون على كسر إرادة شعب وانهزامه وانكفاءه، هذا حلم ووهم. على العكس، هذه الظلامات التي تحدث في شعبنا تزيده رفعة وإصرار، ويقيد هذا الصمود الرموز الذين يعيشون في السجن وعلى رأسهم شيخ المحفوظ ونبيل رجب وأستاذ عبد الوهاب وأستاذ حسن مشيمع والمقدادين وغيرهم من الرموز الصابرين الصامدين، وهذا الجيل جيل التضحوي الصابر الذي هو سيرفع إن شاء الله مشعل التغيير حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله. جزيل الشكر للسيد جميل رئيس شورى الوفاق، وسل عن جبين الحر كل لساني
واقرأ من الصبر الجميل بياني، وارمق جراحي والقيود وأدمعي، لترى مخاض ولادة الأوطان. أنا من أطل النصر منه مصبحا بالثائرين على مدى الأزمان. أنا من أطل النصر منه مصبحا بالثائرين على مدى الأزمان. وبه تبخر كيد كل مناصب للحب والإنسان خيط دخاني، وتجدد الأمل الجميل بموطن يمشي عليه العدل باطمئنان. أنا من تخرم بالرصاص لأنه قد قال لا للحقد والطغيان، وعظامه قد كسرت بهراوة جهلاء في يد غادر وجباني. أعلى البيوت وفي الشوارع قصتي تحكى وتكتب داخل القضبان. حسبوا بتعذيبي وسجن ملامحي، سأتيه في بحر من النسيان. حسبوا وما علموا بأن مواجعي بركان شعب دائم الغليان. أما الآن فنستقبل السيد هادي الموسوي، رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق، وبعده نستقبل عدة مداخلات لأهالي المعتقلين ولسماحة الشيخ فاضل الزاكي والأستاذ جمشير والسيد حيدر السيدري. تفضل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. 135 سجين في سجن جو مضربون عن الطعام. السبب هو سوء المعاملة، وشهد بذلك تصريح النيابة العامة على لسان رئيس الوحدة الخاصة بالتحقيق بأنهم حققوا مع من أساء المعاملة مع السجناء. نستنتج من ذلك بأن كل الدعاوى التي يطلقها الناشطون أو تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، إذا كانت تتهم من أي مسؤول بأنها مزايدات وكذب، أعتقد أن هذه واحدة من الروافع التي والدواعم التي تؤكد بأن دعاوى ممارسة سوء المعاملة مع السجناء أمر واقع وليس دعاوى. هناك بناء خاطئ أسست عليه السلطة في سجن أبنائنا ورموزنا ونسائنا وأحبتنا، وهو أنهم سجناء جنائيين. لا تريد أن تعترف أن هناك مشكلة سياسية أوجدت كل هذا الكم الهائل، سواء من دخل السجن وطلع أو من بقي بأحكام تفوق الخيال، أن كل هؤلاء سجناء على خلفية سياسية. اختلاف عنوان السجين يجعل من التعاطف الدولي أقل بكثير. إذا تتكلم عما يقارب من 3000 سجين سياسي، يعني البحرين تتزلزل الأرض من تحتها. ولكن 3000 سجين جنائي، تخيلوا حتى الرموز يعتبرون سجناء جنائيين. هذا هو الأساس الذي بني، فكانت النتيجة والتعاطي حتى التعاطي الدولي بناء عليه. السلطة بكل مسؤول فيها بدون استثناء جزء من الجرائم التي تقع على أبنائنا في المعتقل، لأن هذه الجرائم تصل للإعلام، تصل للمؤسسات المعنية، تصل إلى
المؤسسات الدولية، تصل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتصل للمفوضية المفوضية حقوق الإنسان في جنيف. كل هذا الكم الهائل من الكشف، ويبقى مسؤول يلزم الصمت، إذن هو يقر بأنه جزء من الجريمة. نعم، ما أن يمر علينا شهرين أو ثلاثة شهور، يمر علينا الشهر تلو الشهر حتى تتولد لنا من دجاجة البحرين البياضة مؤسسة حقوقية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، لجان في المجالس، مجلس النيابي ومجلس الشورى، وأخيرا المفوضية رعاية حقوق السجناء والموقوفين. هل تعرفون لماذا تأتي كل هذه المؤسسات؟ كل ما تأتي مؤسسة تدلل على أن ما سبقها لا يعمل، وإلا لو كانت مؤسسة أولى تعمل لماذا نأتي بأخرى؟ السبب الثاني أن هذه المؤسسات للاستهلاك الإعلامي والدول، المفوضية حقوق السجناء والموقوفين لقطع الطريق على أي جهة تريد أن تقول أننا نريد أن نأتي لنراهم. عندنا مؤسسة المفوضية حقوق السجناء والموقوفين، عندنا احنا، ما يحتاجون، بيروحون يتابعون. الأمانة العامة للتظلمات ألم تخرج بتقرير، وحتى وضعوه في تقرير تنفيذ توصيات لجنة التقصي، بأنها خرجت بتقرير وتحدثت عن اكتظاظ السجون وعن وجود بعض الإساءات وما إلى ذلك. لماذا نجد هذه الإساءة إذن؟ ما حصل في سجن جو من الاعتداء على حسن فرد واحد، والثار الإخوة من ضمنهم سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ والأحبة الموجودين، لا أريد أن أذكر أسماء لأنني لا أريد أن أستثني أحدا، هذا المظهر تماما هو ما يحصل في الخارج، لأننا سنخا واحدا يعتدى على شخص يعرض الآخرون أنفسهم للعقاب تعاطفا معه، هذا ما يحصل في الخارج. أما أنا للسلطة أن تفهم بأنها لن تستطيع أن تستفرد بأحد، لأننا شعبا حيا نرفض الإيغال والاستمرار في إيقاع جريمة ونحن صامتون. الحقوقيون في هذه الأيام عليهم ضغط ونوع من الملاحقة ليقللوا ارتفاع الصوت، ليقللوا حجم سيولة المعلومات. لا أبدا، لأن السكوت أو الخضوع لهذه الملاحقات يعني ضوءا أخضرا بارتفاع وتيرة ومؤشر ارتفاعها. لا، لن نقبل بهذا. هناك حقائق يجب أن ينتبه إليها. نطاق المشكلة محدود. في كثير من الناس يقولون أن حل هذه المشكلة صعب. هذا إذا كنت في أين؟ إذا كنت في غابة أو في مساحة لا محدودة بها ملايين من الناس وتحصل فيها جرائم، نعم تحصل، تصير مشكلة يعني صعبة. ولكن أنت تتحدث عن سجن جو ومركز الحوض الجاف، وكلا المحلين مؤطرين بجدران، ومن تقع عليه الجريمة ومن يوقع الجريمة موجودون. إذن ما المشكلة حتى توقفوا هذه الجريمة وتحاسبوا الجنات؟ أنتم تستطيعون الوصول إلى الجنات في خارج أطار هذين المحلين، في حدود هذه الجغرافية، ولا تستطيعون أن توقفوا من يرتكب جرائم بحق أبنائنا. هم سجناء ومدانون من قبل القضاء، ولكن هم ليسوا بابا مفتوحا لإهانتهم وإيذائهم
وتعريضهم لحرمانهم من حقهم الصحي والعلاجي. لماذا نسمع أنهم يضربون؟ السجين ليس لديه إلا المقاومة السالبة. المقاومة السالبة هو أن يضرب عن الطعام. وإلا لماذا لم يقم هؤلاء الذين سجنتموهم بأنهم عنفيون وأنهم مجرمون وأنهم مخربون وأنهم إرهابيون؟ لماذا لم يعتدوا على السجانين؟ لماذا يمتنع عن الأكل وأحيانا يصل الامتناع عن الماء كما هو حال السجين جعفر عيد؟ اتصل لزوجته وقال لها سأبدأ الإضراب عن الماء. نحن لا ننصح بالإضراب عن الماء ولا ننصح حتى بالإضراب، ولكن لأننا في الخارج ونريد صحتهم، ولكن هم في الداخل يريد أن يكسر عزيمة وإرادة السجان بالقول بأن إرادتي قوية، أستطيع أن أفعل شيء، أقول لك بأنني لست ضعيفا، أنا مريد، فيبدأون بالإضراب. الأمر الثاني، الجهة المعنية بشكل مباشر محددة وهي وزارة الداخلية، هي التي تقوم على إدارة السجون. الجهات المعنية بطريقة غير مباشرة أيضا محددة، والأسماء التي ذكرتها من المؤسسات التي توالدت واحدة بعد أخرى، هؤلاء جميعهم مسؤولون. الشكاوى التي تصل من السجناء والموقوفين تتكرر، ما يعني أن هناك إصرارا على ارتكاب المخالفات، لا تتجدد، يعني مرة تسمع والمرة الأخرى شيئا جديدا والمرة الثالثة شيئا جديدا، فتقول أنه تم علاج تلك فتجدد أمر، هي تتكرر، يعني لا توجد هناك إرادة بإيقاف الاعتداء وإساءة التعامل مع أحبتنا. هناك حرمان من الحقوق الصحية والعلاجية، أمر مفروغ منه. كل حالة لابد من أن تتكلم يا الصليب الأحمر حتى يتصلون لهم ويقول لهم أعطوا علاج. إذن ما هي واجبات السجن وإدارة السجن والمراقب والمفتش العام والأمانة العامة للتظلمات كمراقبين؟ ما هي نتائجها؟ جعفر عيد يضرب عن الطعام وينتقل للإضراب عن الماء، علي صنقور مضرب عن الطعام، كميل المنامي وهو من أعرق السجناء من قرية المعامير، يونس حاضر يعاني من مرض لا يستدعي وجود، حتى قضيته لا تستدعي إيقافه وإبقائه في السجن. علي القصاب هذا شاب صغير وهو في المستشفى منذ أكثر من شهر ويده مقيدة. طيب يعني أنت عندك السعة والقدرة على أن القاتل تبرئه وتبرر قتله لأنه منتسب إليك، ألا يعتبر هذا المواطن منتسب للأرض التي هي أقوى وأجدر وأصلب وأعمق من النظام؟ الأرض، لأن النظام يأتي ويذهب، النظام يكون موجودا ويتغير، الأرض هذا ينتمي لهذه الأرض، موجود على السرير مقيد يعاني من السكلر، ما في أمر يطلق صراحة ويروح المحاكم وقت اللي تبغون تودون المحاكم، وشنو يمثل عليك هذا؟ السيد محمود السيد عقيل الموسوي عانى من عذاب شديد في مبنى التحقيقات الجنائية، ولا يوجد تعذيب في البحرين، ما محتاجين لمقرر خاص أن يأتي البحرين أصلا لأن ما في تعذيب، نضيع وقت حق شنو؟ خليه يروح البلدان اللي فيها تعذيب حتى لا نضيع وقت الرجال، وهو شخص واحد في العالم كله معني بالتعذيب مصر على المجيء للبحرين. هل مصر لأنه يريد أن يأتي ليتنزه، إلا لأنه سمع عن قضايا ذات مصداقية عالية جدا ويطمح، ولأن شعب البحرين لا يسكت عن حدوث هذه الانتهاكات. البحرين ثالث دولة تصل للأمم المتحدة منها شكاوى في العالم،
حسين العالي مريض، ركبته محكوم وعقابه ألا يحصل على العلاج. مبنى أربعة الماء منقطع عنهم، أربعة خمسة أيام ستة أيام لا ماء شرب ولا ماء وضوء ولا ماء طهارة ولا، وين عايشين؟ الربع الخالي. هذا جزء من العقاب، أو على أقل تقدير إن أحسننا النية هو جزء من الإهمال، هذا أقل تقدير وهو ليس بقليل. نضالات السجناء تتمثل في الإضراب عن الطعام، بعضهم يمتنع عن حضور المقابلة لأنه يعتبر أحياناً أن حضور المقابلة يشكل إيذاءً لأهله أكثر من أن إذا ما قابلهم، فيختار أن يحجم عن المقابلة، لأن إذا جاء شافته أمه، أو إذا كان متزوجاً شافته زوجته أو أبنائه وبناته وهو على حال معين، يقول لك أنا أمتنع عن الزيارة لأن حالي مو مال أن أراوي أهلي، خلهم ما أشوفهم ولا يشوفون ألم الفراق ولا ألم أثر العناق، لأن من يتعانق يبدو أن هناك في مشكلة كبيرة. أختم بأن لا السجين ولا الموقوف موقفه ضعيف فيما يشتكي. السجين يشتكي من سوء معاملة مهينة، تقصير في حقه الصحي، في حقه العلاجي الصحي، يعني أحيانا شامبو ما يدخلون لهم، أحيانا صابون ما يدخلون لهم، أحيانا لا يعطى حقه في العلاج. لا يجوز بعد إصدار الحكم والإدانة بتكرار العقاب أو ب يعني مش تكرار التحقيق، يعني لا يجوز أن يكون العقاب مزدوج أو متكرر أو مضاعف. أنت ساجنني ساجنني، بس مو ساجنني عشان تذلني. لا يجوز لا للسجين الذي ثبت بحسب القضاء بأنه مدان، مدان سجن بس مو محروم من حقوقه، هناك حقوق، وذكر الأخ فهمي بأن هناك مدونة واضحة دولية ومحلية أيضا، ولكن كما ذكر السيد هناك تخمة من القوانين لكن تبحث عن من يطبقها. ولا الموقوف، لأن الموقوف بريء لم يدان بعد. كيف تعاقب الموقوف؟ هل تعرفون بأن كل من سجن من بداية السبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية هذه الثورة إلى الآن وأطلق سراحه دون إدانة لم يسمع كلمة اعتذار عما حصل إليه؟ السلطة غير قادرة على الاعتراف لا للسجناء ولا لهذا الشعب بأنها تخطئ، وكأننا نعيش في سلطة معصومة، ولكن هذا الغرور لا بد أن يكون له نهاية. والسلام عليكم. جزيل الشكر لسيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان. تصف حكومة البحرين الرعاية الصحية التي تقدم إلى السجناء بأنها راقية وتصل إلى مستوى فحص الفم والأسنان، وأن هناك من يحاول باستمرار تشويه سمعة البحرين من خلال فبركات وأكاذيب من قبل مغرضين مندسين هوايتهم فقط تشويه سمعة الحكومة. وبما أن سجون البحرين راقية فقد وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق وفاة 5 مواطنين في العام 2011 بسبب التعذيب أثناء التوقيف، وهم عبد الكريم فخراوي، زكريا راشد العشيري، علي عيسى صقر، بالإضافة إلى ذلك توفي جابر إبراهيم العليوات بعد إطلاق سراحه من التوقيف بـ4 أيام. نبقى الآن ومع مداخلات مختصرة
المداخلة الأولى للأخت من عائلة المعتقل كميل المنامي، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها. قال الله تعالى في محكم كتابه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بصوت ضعيف وشجي هزيل أجرى المعتقل كميل المحكوم بالمؤبد كميل المنامي في قضية ما يسمى بباكستاني المعامير اتصالا بعائلته بعد انقطاع دام أسبوعا كاملا أثر اعتداء إدارة سجن جو على المعتقلين. أسرد المعتقل كميل ما جرى عليه من أيام عسيرة وشديدة الصعوبة لا يتصورها العقل ولا المنطق داخل سجن جو المركزي. بدأ الاعتداء الجسمي والنفسي على كل من في العنبر عندما تعرض أحد المعتقلين للضرب أثناء ذهابه لتحويل بعض حاجياته للمخزن، فطلب رفاقه بالعنبر لقاء مدير السجن للتحدث معه حول ما جرى على زميلهم. وعوضاً من تنفيذ طلبنا قام عدد من رجال الشرطة داخل السجن بالاعتداء على كافة المعتقلين وبالأخص كميل موجهين له تهمة المحرض الأول ومحرض المعتقلين للتمرد عليهم. كان كميل يؤدي فريضة الصلاة وما أن هم للركوع حتى هجم عليه مجموعة من ما يسمى برجال الشرطة أغلبهم من المرتزقة ليتم سحبه من رأسه ولحيته وينهال عليه بالضرب المبرح ليجر للخارج مع بقية زملائه، وتمارس في حقهم مختلف أنواع الاعتداءات كالضرب المتوحش العنيف بكل قسوة، حيث قاموا برطم رأس كميل بالحائط وجره من لحيته وشرعوا في حرقها. أنتج الاعتداء المتوحش عليه جرحا غزيرا فوق العين مباشرة بالجفن، ولولا لطف الله لفقد عينه، كما أصيب باخضرار ونفخ في الظهر واليد وآلام بالرأس حرمته من النوم. وتعرض للاعتداء النفسي بالشتم والسب والإهانة، وقال كميل أنهم مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام ولا تراجع حتى تحقيق مطالبهم. ونحمل إدارة سجن جو والنظام كل ما يجري عليهم، فليعلم كل ظالم أننا على نهج أهل البيت سائرين. ما معنى هذا؟ هذا معناه أننا نتحدى كل مستهتر بالصلاة كيف يسحب أثناء الصلاة. أليس من يعمل ذلك إنسان لا يعبأ بالصلاة ولا يعتبر حرمتها ولا يحترم ربه؟ ومن يكون كذلك فلا يبعد ظلمه للناس. فليعلم كل إنسان شريف وكل مؤمن وكل العالم ما يعانيه شعب البحرين من اضطهاد واحتقار في دولة تدعي الإسلام تنتهك حرماتنا وتمنعنا من صلاتنا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. السلام عليكم. السلام. شكرا للأخت الكريمة والمداخلة الثانية للأستاذ جمشير فيروز، فليتفضل المنصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عشت في فترة 18 في سجن جو، وسجن جو يسمى الإصلاح والتأهيل. أنا أتصور هم يحتاجون إصلاح وتأهيل وليس جماعتنا. الإصلاح والتأهيل لهم يعني، وهذا حرف الواقع. لماذا لهم إصلاح وتأهيل؟ لأن السجان ما يعرف شلون يقيد السجين، ما يعرف واجبات المفروض هذه الشخص قبل ما تجيبه وتخليه في سجن ويكون سجان تعلمه
الدربة، تعلموا أصول، فهو اللي يحتاج تأهيل وليس تخيل إخوانه حجرة مترين في ثلاثة، ست أسرة، يعني كل ثلاث أسرة على بعض بعض، عدد الأشخاص اللي في الحجرة 12 شخص، ما عندهم مكان يقعدون حق الغداء. إحنا في الشقة رجال مع زوجته وعياله 4-5 أنفار، في الشقة في حمامين، هذه الحجرة حمام واحد. إنزين اللي بيصلي اللي تكرمي به عليه غسل، وأكثر من ذلك العنبر، إحنا كنا في عنبر 5 سجن 4، تنقطع علينا الماء عمداً، يقطعون علينا الماء وتحس إنه ما مش ماء، أوقات ناس صارهم إسهال من سوء التغذية بدون ماء. هذه المركز الإصلاح والتأهيل اللي نظمته الحكومة أو اللي أسسته وزارة الداخلية، هل هي لتعذيب المعتقلين؟ لأن المعتقل له واجباته، من أبسط الواجبات هي أمور يحتاج إلى طبيب، طبيب واحد، طبيب واحد فقط إلى جميع المساجين سجن جو وليس إصلاح وتأهيل. لا، وهذا الطبيب مشترك ما بين سجن جو وما بين معهد التدريب الشرطة، لأن معهد التدريب الشرطة كذلك قريبة إلى سجن جو، في نفس الطبيب أوقات يروحون الأخوان يروحون حق الطبيب يقولون لا الطبيب غير موجود، إذن وين راح؟ راح هناك، هناك هناك أولى، هناك أولى من هذا. وين التأهيل؟ هذه السجن إذا يكون مركز التأهيل، إنزين إحنا عندنا سجن جو وعندنا حوض الجاف، سجن جو مسجونين محكومين، حوض الجاف توقيف، كيف تكون إدارة واحدة؟ هذه له حقوق وهذه له حقوق، شلون يكون إدارة واحدة للموقوف ونفس الإدارة تدير أمور المسجون؟ سجن جو تفتقر لأبسط الأمور، شخص بيتصل تليفون حق أهله يدفع بيزات يحطين الكباين عشان يتصل يتعنى يوقف ساعتين عشان يحصل لدور حق الاتصال، معاناة. سجن جو أخوان عايشين مع بعضهم بعض داخل سجن، أنا وابني كنا داخل سجن جو، ابني محكوم 5 سنوات وأنا كنت كذلك محكوم معاه كذلك، عوائل موجودة داخل سجن جو ما في مراعاة. سجن جو كذلك المعتقل السياسي لا يسمى معتقل سياسي، يسمى جنائي لكن يتعامل سياسي، يسمى جنائي لكن يتعاملون معاملة سياسية. سجن جو تبيد لك مكان حق الصلاة، تقول مثلا في هناك مسجد نحتاج وقت مناسب لكي نصلي، أوقات لأنك أنت طلبت يضايقون عليك. سجن جو قم شخصيا بتدريب الأخوة اللي موجودين باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى حسب معلومات اللي عندنا وحسب كيفيات اللي عندنا، إخوة رحبوا بهذه الفكرة وقمنا بهذا العمل. إذا نحتاج أدوات بسيطة، صبورة مثلا كذا كذا، ما يعطونك. سجن جو كذلك أكثر معاناة، معاناة المحكومين، اللي سجن جو رقم 1، رقم 2، 3، 4، 5. نقطة أخرى، معتقلين البحرين ليس من داخل البحرين، صارت من دول الخليج قاعدين يجيبونهم، أنا جابوني من إمارات، اعتقلوني من إمارات، ضربوني في إمارات، أهانوني في الإمارات، حاكموني في الإمارات 14 يوم على قضية البحرين، ليش؟ اعتقلتني؟ أعطني لحكومة البحرين وخليه يتفهم معي. معتقلين في قطر، معتقلين في الإمارات، معتقلين في عمان. آخر نقطة، كلام الأخوة المعتقلين السياسيين اللي نعتبرهم، رسالة إلى المعارضة، لا تساومون على قضية المعتقلين السياسيين. مطالبنا، مطالب المعتقلين السياسيين اللي بالسجون أبسط الأمور اللي هي أقل سقف مملكة دستورية أو حكومة منتخبة، غير ذلك لا تساومون على معلومة. شكرا لكم. شكرا للأستاذ جمشير، ونستقبل السيد حيدر الستري في مداخلة. السيد موجود؟ موجود. المداخلة الأخيرة لسماحة الشيخ فاضل الزاكي، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخبار من داخل سجن جو، الأخبار الأخيرة أخبار مؤلمة موجعة للقلب. لا يملك أي حر في هذا البلد إلا أن يتألم ويحترق قلبه لما وصلت من أنباء حول إساءة معاملة المعتقلين في هذا السجن. هؤلاء المعتقلين اعتقالهم جريمة بحق الوطن، والإساءة إليهم قبل أن تكون إساءة إليهم هي إساءة لهذا الوطن، كل الوطن. كل المعتقلين في هذه الثورة بلا استثناء نحن نطالب بالإفراج عنهم، ونستنكر ما جرى من إساءة للإخوة المعتقلين في سجن جو، وهي إحدى ظلامات هؤلاء المعتقلين، وهي إحدى ظلامات هذا الوطن. الإساءة للشيخ المحفوظ عنوان آخر لهذه الظلامة، لا لشيء إلا لأنه رمز وعالم دين، والإساءة إليه في هذه الحالة تمثل إساءة للعلم والعلماء كافة، ليست إساءة للشيخ المحفوظ بل لكل علماء هذا البلد. نعم، كعادتها تنكر السلطة أي إساءة للمعتقلين، وإذا أقرت كما أشار السيد هادي ضمناً لا تقر لفظاً صريحاً، وكأنها تنسى أو تتناسى عن عمد أن أغلب أبناء هذا الشعب إما أنهم اعتقلوا أو لا أقل أن أحد أقاربهم مو من الدرجة الثانية بل من الدرجة الأولى، أغلب أبناء هذا الشعب إما اعتقلوا بالفعل أو أقاربهم من الدرجة الأولى دخلوا المعتقل. الكل شاهد هذه الظلامات التي تجري داخل المعتقل. من دخل السجن عند المدخل كما أشار الإخوة لائحة وشطولها لحقوق المعتقل، حقوق المسجون، حقوق الموقوف في سجن جو المعتقل وفي سجن الحوض الجاف حقوق الموقوف. أقول اللائحة حينما تقرأ هذه اللائحة لا يمكنك إلا أن تتذكر مواد الدستور، يعني هذه اللائحة تذكرك مباشرة بمواد الدستور، المواد الفضفاضة التي لا تجد طريقها للتطبيق رغم سوئها، لا تجد طريقها للتطبيق، من قبيل المادة التي تجرم التعذيب والتي كانت موجودة في دستور 73 وموجودة في دستور 2002، ورأينا من استشهد في داخل السجون خلال هاتين السنتين ليسوا بالعدد اليسير، والكثر من بانت عليهم آثار التعذيب وإن لم يستشهدوا. على أي حال لا أطيل عليكم، نكرر إدانتنا واستنكارنا لهذه الجريمة البشعة، الإساءة إلى شخص أعزل، يعني هذه مو إساءة عادية، إساءة إلى شخص لا يملك حولا ولا قوة، ما عنده شيء يقدر يدافع عنك إلا الاستعانة بالله عز وجل، لا يقوم بها شخص في قلبه ذرة من الغيرة. أقول نحن نكرر استنكارنا وإدانتنا لهذه الجريمة، ونطالب بالإفراج عن جميع هؤلاء المعتقلين، إذ أننا نرى فيهم معتقلي رأي وليسوا مجرمين، ونحن على يقين تام من براءتهم، ونحن على يقين تام بأننا سنلقاهم بين ظهرانينا قريبا إن شاء الله مرفوعي الرأس. نسأل الله العلي القدير أن يعجل لنا بلقياهم والنصر، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزيل الشكر لسماحة الشيخ فاضل الزاكي. هنالك مداخلة سقطت، نعتذر في عجالة إن شاء الله للسيد هاشم العلوي. تفضل الموسوي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشهادة حية بصفتي أب لأحد المعتقلين وكذلك ابن أختي أحد المعتقلين. هذه الشهادة تمثل رداً على المسؤولين في هذه الدولة الذين يتشدقون دائماً بأننا طبقنا توصيات بسيوني. التوصية للربط التوصية 1720 أو الفقرة دال من توصيات بسيوني تقول تدعو إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حقوق الموقوف، أتحدث عن الموقوفين طبعاً، وخضوع عمليات التوقيف للمراقبة الفعالة من جهاز مستقل لضمان حقوق الموقوف، وخضوع عمليات التوقيف للمراقبة الفعالة من جهاز مستقل، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف دون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي. طبعاً ابن أختي اعتقل قبل 3 أشهر، ابني قبل 4 شهور ونصف. في خلال هذه الفترة لم يسمح لهم بالاتصال بمحامي، لم يسمح لهم بالاتصال بنا، أودعوا في سجن التحقيقات الجنائية ولم نعلم أنهم هناك. قاسوا أشد حالات التعذيب، وخصوصاً ابن الأخت السيد سجاد العلوي، قد يكون البعض سمع عنه، السيد سجاد العلوي لابن السيد محمد. السيد محمد 3 أيام توقيف، في اليوم الأول حتى الصلاة منع منها، كان في شهر رمضان، حتى الصلاة ممنوع منها من التوقيف. أما السيد سجاد فكان 4 أيام موقف بالكامل مع تعذيب شديد لدرجة أنه كان يعرى وتستخدم له آلة حادة في الأجهزة التناسلية، ثم يعلق 4 أيام من التعذيب، ثم يستخدم له الصعق الكهربائي، وأخذوا للنيابة العامة دون أن يتصلوا بمحام. المفاجأة طبعاً السيد السجاد بعد أن أودع في الحوض الجاف بعد 10 أيام أخذ مرة أخرى، و10 ساعات من التعذيب استخدم له نفس التعذيب السابق، صعق كهربائياً، استخدمت له آلة حادة في الأجهزة التناسلية من أجل إجباره على الاعتراف بما أرادوه، تأسيس خلية من 2011، لا أعرف تأسيس خلية من 2011 إلى الآن من أجل إقامة، من أجل عمليات اغتيال ومن أجل عمليات تفجير، ولم تقم بأي شيء من 2011 إلى الآن. خلية الآن قبض عليها ولم تقم بأي شيء هذه الخلية. ثم لما أرجع إلى الحوض الياف أخذ مرة أخرى وعرض 10 ساعات، 3 مرات يؤخذ بال10 ساعات يعرض للتعذيب من أجل الاعتراف، في كل مرة على شيء. الشيء المفاجئ عندما عرضوا على المحامي، عندما عرضوا على القضاء في 21 نوفمبر 2013، عندما عرضوا على القضاء كان وكيل النيابة حمد البعينين موجود، تعرف عليه 3 من المتهمين، أحدهم علي عبد الحسين الحاجي والسيد السجاد، والثالث من الغريفة السيد حبيب الغريفي. يعني الفضيحة الكبرى، تعرفوا على وكيل النيابة بأنه من قام بتعذيبهم، وأشاروا إلى القاضي خليفة الظهراني بأن هذا الذي قام بتعذيبنا. علي خليفة الظهراني، علي خليفة الظهراني أشاروا بأن هذا من قام بتعذيبنا، هو وكيل النيابة. وعندما ألحوا عليه طرد أحدهم وقال يعني إذا لم تسكت سوف أطردكم، فعلا طرد أحدهم يعني، فأجاب كيف تريدني أن أسكت وهذا الذي عذبني أمامك وهو وكيل النيابة، ولم يستمع لهم. اليوم عندما عرضوا وقف أصغر معتقل فيهم متهم في نفس القضية وخاطب الظهراني، أنا طبعا أصغر واحد فيهم، كيف يمكن أن أربط مع مجموعة أكبر مني وأتهم بأننا سوف نقوم بهذه العمليات تفجيرات؟ أجبرت على الاعتراف تحت التعذيب، ولم يلتفت له الظهراني، ألح عليه قال له أنا قلت يعني قلت كل شيء تحت التعذيب من أجل أخلص نفسي من هذا التعذيب، أيضا لم يلتفت إليه. هذا
يعني جزء مما جرى لهؤلاء المعتقلين في الفترة السابقة بعد تقرير بسيوني الذي ألح على أن يجب أن تكون هناك يكون هناك ضمانة لحق الموقوف. لذلك أنا أعتقد بأن هناك يعني المفروض هناك دعوة للمجتمع الدولي أن يضغط على هذا النظام الذي منع المقرر الخاص للتعذيب من دخول البحرين. هناك دعوة لهذا المجتمع كما ضغط على بعض الأنظمة من أجل السلم العالمي كما يتشدقون به أن يلتفت لهذا الشعب، حقوق الشعب والشعوب أيضا يجب أن يلتفت لها وأن يضغط على النظام من أجل دخول المقرر الخاص للتعذيب. قبل أيام فقط في العنبر 3 كان هناك موقوف يسمى جلال سعيد المدبر، جاء له أحد الشرطة واسمه أحمد فرحان وعذبه تعذيب شديد وعلقه ثم أودعه في السجن الانفرادي لمجرد الانتقام. عندما سئل الضابط المسؤول هل كان بأمر منك؟ قال له لا ليس بأمر مني، طالبوا بالتحقيق والمسألة أيضا لم يهتم بها. لذلك يعني هذه شهادات حية إلى المسؤولين كيف يعني الذين يقولون بأننا طبقنا توصيات بسيوني. نحن عوائل المعتقلين نقول بأن التوصيات فهمت بالعكس وطبقت بالعكس وما زال التعذيب جاري في سجون البحرين. والسلام عليكم. في نهاية هذه الوقفة، وقفة تضامنية مع سجناء سجن جو، نشكر جميع المشاركين، نشكر الأخوات، نشكر الأخوة، نشكركم يا شعب البحرين. وإن شاء الله موعدنا في لقاءات الإفراج عن المعتقلين وأفراح النصر إن شاء الله. يا الله تصبحون على خير.